السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانو ونكساني دي لحانتي بدا وضيال كسو دواد ورير ميديا وحان هاي ابن عالف لي عالاب واحد ينو قبرة تانينا نديسو قد بنو وراركا كسو عبسان دالك ايتوبيا يدقالادو اي كتيران عدابا ورار دك دقوه نقسو قار يدالكا سي ايتوبيا قارهان نا قبل كتغريقا اي دقالادو كتيرين لابدي تضباد اللا صعدا فيا يا شيقيا إن دقيمه يوقع أصلا إكاد عن قبل كاسيتان إيو ماري نمدي شلاي حيد إلا إيا شلاي وحالا شاقي إن ديارة هادا قالكو أي قالا بحي إن دقيمه باعنا إكا قيستين قبل لدك لدوان قبل كاسيه تقريقا قنية بقنية كافو جسي إلا إيا هبين سادحاد وحالا قاتشي في العاقوح دا تي بيالف مرأي دقيسو عاسمات دالك إريتيري عاسمرا إيا مرأي دقيسو عاسمات قبل كامحارة بحردار حاتن يجيب هردد اللودي ذي وحانا دقيمة للابيك سدي قوبك لدوان وكاتر سن ديگان كاسي إلا يشالي وحال شيقي إن لدقين يلوكا مغالوين كبحسن عاصمة دا كل دو حدود دالك إريتريا لما اوغا خسارها الرسمي جيه كارد شاي دقيمة هاسي إيا ميلها لبرت المامي سديبا لكن وحال اوغي هاي كليا إن دقيمة فبعان آقاسي هاي كارد عين مانتا هابا وغسي دراتي عاصمة دا قوال كاسيه تقريقا يام مقالي وحا ليلي وحي مرتقري سيد وقايمه وقبضنا ابدا ياركتو وحا لشيقيا ان عاصمة دا قلن كي دنبايا مانتا مدافيع لقو قراعي تقريقو واربي سوا سارين وحي نشيقين ان ديارة دها دالك اماراتك عربتي ايسان عيدين ودين اسلامركا سيناكا صدولا ياسال لقاي كل يهين مقالة عصب دالك ارتريا أي ويرارك قيبتا وقوبادا ليه كليا ما ها ديارة ها سيان عيدين ودين وحالا شاكي إن ديارة ها ميقا لو يقانان أيقنا أي هولقالك قيبكا يهين تقريق وحي ها تنوچها يان دو قيمه وقوبادنا أو أي نلوشو دا أركان حالا دو ويسي عسلان إيسا وحانا صوبحا يا ويرارك لدول هدابا مقالة دا عاصمة ديه مقالة اللي شاكي يان دو قيمتا باان للايكتاي waxa xog dheer ay nooga haya wariye Nuur Maxamed iyo wariye Jaamac Galad iyaga ayaanan idin kala dhaxbax aan ku horeyno dhibaatoodan hor kale inkastoo dagaal waaban weyna waa socday tikraag iyaga duqeymaha maalmahan ba waday oo maartay meelo kala duwan baxsaday oo xamaarada iyo Eritreaanka xaqooda baxsaday iyagina waxaad moodaa in laga jaray oo shalay duqeynta ku bilaabatay lamaanta ku socota bal ka warnaad duqeymaha isdaba jooga ee meesha ka dhacay maxaa shukaayna بسم الله الرحمن الرحيم ان غودا هانبا امه الصومالي دوان سلام يا ميل كاستي جوغان سلام كديب ان نورو هرتا وخي جير الهي با او لكن دي حالتو سياد كان سمر بمر كان دنبايسا ان سدا اي نوكسونين وا كوي كوخدا تي بي ال اف غنتالو ميل كلا دوون او كلا دردري ان ارنتي واخا كدالتي دي عقاب ادغو كلا او وري سوتو او لوو عقابايا ايغا اي اها سياسه فورغنا واخا دهن وا سو حيتي او حالتي وحن مغلى هي لبيو توان جوتو أو كتير سن إذا ماذا فنتريجا أما إذا ماذا دول كي دول كي رتري يا أفر جوتو إذا ماذا جاش عمنا يا الله صار ده بحدود أي وذا جان رتري يا تكريهو مركي تالجا يمدو أفر يلا بعدين كيسا يا الله صار ده في واحد سعودي يعني موجودو دقين أمهرر دقين أو ديارة ذو نوعية كل دول اللي أي فلين يعني وحمركي أوجوه الرئيسي سيد الله حقي تنا يو يعني دو قيمها كقيب قاتي ديارة درانيس اما ديارة السوادة اي محام كو الهداء ايتو دولية لانتا ها دولية لانتا دولية ويليجين ايقا سوادة ايقا سدولين ايسوما ميل عداس كمان سعودان هاي لكن هذا مو ها بلي هذا مو ايقا سوادة اون كلي او ديارة هاس با كقيب قادنا يالي لمركي اوغوه الرئيسي ديارة هاس دو قيمتا وحي بلابين شلي ان قوبك لدوان ايو ديقامك لدوان ايو دو قيين ما انتسي وحا اللي سوغو تاقي magalada maqla ahayd ee xarunta maamulka tigreega yamaant la isugu tagay bar allaale iyo bartii maaragtay la filayayba haday kaniisad tahay haday masaajid tahay haday iskuul tahay haday dugsi quraan tahay haday tahay maxaan ku dhahay meel kale webtoon baa lagu hayaa maanta dhan magalada maqla shalay illa shalay shalay to duqeynta maqla ma badnayn hareeraha iyo daafaha iyo waxyaalahaas ay ahayd laakiin maanta gudihii baa la isula galay xarumihii wasaaradaha حرومه هذا كل الدوان سلاديك تعيد ماذا محاكم إلى هذا كنيسة ذي قابيه دلوينه كل ميان دب
يعني مركا بربركا يا خسارها كذا شيء يا سيدا اي ماركتي وحيهين وحكوم وقنا يا وح يعني الوت المامكر والدقين وذريت اما ماسف شيرين وحلي لازم يا افكارات كلها ما اقان دقين ان كلا سوع لهين اذو مهمة ده مركا تاسنا واحد مودا ان اي تهقيب كم ده يعني عقاب لغاقا قوسانا يو اما ماركتي لغو عقابا يو كوحدة تي بي الف قانتا اللذي اي بحرداري اوكلا ديرين اسمرا meelaha diyaaradahan way fariisiyeen waqtiga diyaaradaha garoomada kuma carar karaan haday soo kacayaan baliyo diyaaradaha hadda duqeynta wada intooda badan waxay ka imaanayaan baa lagu leeyahay xagan casab bay ka imaanayaan imaaraatul arab baa iskale maaha wax ay eritrea iyo ethiopia iyo ay leeyihiin hubka ay tuurayaan in isaga naftirkiisa su'aalaha ku jira sababtoo ah afrikaanku waxay iska haystaan moogtahay hubki goobe ee dagaalkii labaad ee adduunka iyo dagaalkii koowaad ee adduunka lagu galay yaa loo soo diraa ama inta badan ba aan tayo saas lahayn oo waxaan ku yiraahdaayto in duugiska oo midkiisa waxaan ku yiraahdaayto in labada tan ama halka tan ama 500 kilogram ama adigu wuxuu dooniba ha ahaado inuu san maaratay awood badan si lahayn baa laga yaabaa baashan daroontu laakiin waxay tuuraysaa 100 kilogram ama 100 kilogram oo wax walba ka culus markay qaraxdo yaani geysanaysa khasaare laga yaabo in aysan 10 bari diyaarada wax duqeynayay oo diyaaradahan miig 23 iyo 21 iyo 19 iyo Ethiopia meelaha la carcarreysa inaysan khasaare aysan geysanin bay geysanaysa diyaaradon droneska halkii gantaal yaani markuu dhulka ku dhaco carre ilaahay buu maarag yu gubaya yu ha yu halaynaya marka waxay dooni baa noqoto duqeymahaas socda duqeymahaasina waxa ay u muuqdaan kuwa argoosi iyo la doonayo xidda u siibid in la isugu daro kooxda TPLF hadiiba ay wax ka baxsadaan ama wax ka badbaadaan inaysan dib oo dambe u soo noqonin marka halkaas ay xaaladu hadda maraysa kooxda TPLF waxa ay raahaysay way marka kooxda TPLF duqeymahan baanta ka dhacay warbay soo saartay kooban ay leedahay duqeymuhu waxay ku dhaceen inta ugu badan kaniisad bay ku dhaceen marka waran arintaas yahu jawaar jaaj wax noocaasa yaan magaceeda ay ku sheegeen laakiin dee carradii la duqeyay bay ka mid ahayd marka waxay meesha u soo hadal qaateen ama ay u soo magac dhabayaan waa dadka moogtahay reer galbeedka beer la xawsi kaga raadinayaan oo in la yiraahdo kaniisadihii iyo goobihii macaabida ee aan haa aan ku caabudi jirnay wixii ay caabudayeen yaa la duqeynayaa sida aan ognahayna Ethiopia waa orthodox oo waxa ku taala kaniisadihii ugu waaweynaa ee meesha ay u soo xajiyaan de xajka ha xajka Leyla Bella iyo waxaan ku dhahayto Aksum iyo Meleugaas oo dhan waxa ku yaala kaniisada qadiim oo waaweyn oo kaniisadihii hore ah oo ha kristanka marka waa qayb kamida yacni maartay qeyla dhaamada ay dirahayaan iyo ololahooda siyaasadeed ee ay kaga horjeedaan maartay xukuumadda in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo tan siyaas afwarqi iyo ay maaratay ugu muujinayaan caalamka waxa ay wadaan inay yihiin xasuuq bini aadanimada ka baxsan oo meel ay dhaafayaan aanay jirin waana run oo markii hadda dhinac laga fiiriyo qaabka ay wax u socdaan in kaniisad la duqeyo in maxaan ku yahdaayto goobihii dadweynuhu isugu imaanayay ee waxbarashada in yacni meel walba la isaga dhufto gantaal yacni waxay noqonaysaa dee xasuuq bay noqonaysaa iyo maxaan ku yahdaa duqeyn wadareed aan aabayeel maaratay lagu loo aabayeelaynin dadkii een shacabka ahaa ku dhaqnaa deegaanka waxaan moodaaba hadda shacabka oo dhanba inuu TPLF yahay ba tigreegi iyo TPLF tiina aan la kala saareynin marka say dooni ba noqoto tigreeg waxay soo saareen warmurtiyeed warmurtiyeedka ay soo saareen waxay ku sheegeen in duqeynta iyo maxaan ku ilaahdaayto diyaaradaha geysanayaahay aysan ahayn kuwa afrikaba laga isticmaalo ama afrikaanba ay haystaan waxaan u leenahay yacni in casab bay diyaarad ka soo gacayaan masar bahashi maxay ahayd jaamacadda in imaaraatul carab yaa qaybka taasi marka waxay sii xoojinaysaa wararkii maalmahan soo baxayay ee ahaa in maaragtay imaaraadka carabtu ay garab siinayaan eritrea iyo ethiopia oo ay ku garab siinayaan dagaalka tigreega ay kula jiraan iyadoo marka midda laga duulayo waxaad moodaa hadda sheegashada kooxda TPLF in uu maaragtay sii xaqiijinaya waxay ku doodeen hub casriya oo khasaare ba'an geysanaya khasaare ka weyn khasaaraha diyaaradaha Ethiopia ay geysanayeen diyaaradaha Ethiopia waxa la yaabaa madfac weyn intay soo tuuraan inuu saqarxin ba meeshan iskaga dhaco weliba laamiya sababtoo ah quryuhuna waa gaboobeen
هبكنا واجبوبي إن محام كل هذا تطير هذا ما رت قرو سيد الله تعالى قال ما ها ها وحمرك يرد دقوبان أي إسكاب ما رتي وأي إسك أي أولي ما بنقطع تطير هذا بس عنه ها ومر والبوس وجب سيا لكن مد كجس لو هذه يراقي ها وعير فيلي نبغى قطع ها شلا يه ما عنده بقرير نبغى قطع marka waxa kula yihiin hubkan iyo diyaaradahan waa diyaarada casriga oo dronesa oo iyagu iswada hubka ay ridayaan waa hub afrika aan xitaa waligiiba aanay helin sida daraadeed waxa weeyaan dawladda shisheeya qayb ka ah duqeyntan iyo waxan saagaran marka waa nooc ma aragtay qeyladaan kamida waa soo duqeynaya maba habeeyay wax Itoobiya ha ba warkaasi war ma aragtay in xogga sirdoon lagu helayay baa wuxuu xaqiijinayay إن أي هولجلك كقب قادنا يان إذا ماذا إمارات كعربت عصب سلديك كوره صدّن صنّ سلديك يدقيه ماشى وهرب يدور جور إذا ماذا مساري ذا إذا ماذا محام كله إمارات كعربت يكو إريتريا يدور جور مال أنكم بفقين بحدودة وقش بركة قبل كقش بركة مارت ذلك إريتريا كتير سن وقبل كان حدودة لا لا تجريها وقلبت كإريتريا كويا حقنا أبارق مارت تجريها يدور يكون سمين شرين تبى بره يو عيارسيس ملتيري يكون سمين شرين مركا ويجوا عن إمارات كوميشا ويجوا عن ويدقين يه هوب كي وأنا ميت كم إذا صار لقيده اللي جد دوله حوتين تنمان كل اللي هذا يمن شو جا مركا هوب كي حوتين تلو وده بتكره قال لسه هذا قياس تجرا ده وقتها عربتنا يو ضد كان مارك تميلهم شو جنا يو هولا هذا ما ماشى يدور عنبا ويسكعه ويسكعه هول قلامبا واحد يوم سيدا dad iyo gan kale ee maartay waxbaan xeerinaa ilaahada iyo arimaha noocaas iyagu ma aha carabtu waxa weey diyaaradeedu iska ka duqeyn iskaliyadu iska ka dili way kugu tababaran wax si maartay dadkan ba bilyaadan ba maarkaanba marka inay tababar ku halgalay ima qaan hadii ciyaarsiiska qayb kamid inay tahay in tababar lagu fuliyo ha iyo inuu weerar dhaba ka yahay ilaahi ba garanaya laakiin kulli inoonku waa qayliyeen imanka tikraaga aha waa qayliyeen calaadkooda baxay marka ala ay tixaal waxay dooniba ha noqoto waxa muuqata Eritrea iyo Ethiopia hawlgalka inay si wada jir ah u fulinayaan marka in iyadana hal loo ma fadhiyo inay Eritrea dhahdo waa ka qayb qaadanay loo ma fadhiyo iyo Imaaraat Carab iyo waxa soo dhan waxa weey adoo arkay oo ma aragtay ay hawshi wadaan ha ma hawshi caadi wadaan anaga ma ahan adaa si kale waxa arkay ku dhig waa siyaasada adduunka ka shaqeysa oo kamid ah siyaasadaha ma aragtay adduunka ee wax la gastaa marinta wax isdaba marinta musuqmaasuqa dadka lacag la musuqmaasuqa wal dhig jiray moogta siyaasada ugu musuqmaasuqa ha siyaasada iyo weerarada military ma waahin baal dhahnaa wixii weerar ka geystay ciidankii caadi ah maxabiis baa laga hayaa ugu Eritrea maxabiis baa laga hayaa la soo bandhigay xaaladdu waxay taayantay anaga waxba naga ma gelin ba meesha yaa qabsaday baadin ruuxaan baa qabsatay leh markana waxa lagu sameeyay warshad ku taala maqala maqala lagu sameeyay bay ilaahdeen ha marka waxay doonaan bay sheegayaan oo dadku waa siyaasadu moogtay wax inkaaran marka tikri oo dhan hadda hadii la baabiyo wala inkiri waxba kama jiraan baa hal qof laga ma dilin ay waa adduunka hadda sidaa u shaqeeyaba waxyaalaha adduunku maartay in qaabka hadda maartay wixii la arkayo caadi ah oo muuqda in la yiraahdo anaga ma ahayn marka deenoonki tikri aha waya bayn qaylada la baxaysa aad baa maasanta jaamacu ugu dambeyntii ciidamadan ay shalay soo bandhigeen ay yiraahdeen ay sheegeen ku sheegeen inay artiriga ka qabteen maxay tiro inta dhanba ku sheegeen ciidamada horta tirada si rasmi ah ma sheegin ciidamadan sida anaga xogta aan ku helayno ama xogaha aan helayno in ciidamadu way badan yihiin ciidamaduna iyaga isdhiibay intooda badan wax dagaal lagu qabtay ma aha kulli kuwan hadda la soo bandhigay anuu moog laakiin ciidamada caadiga ah ee dalka Eritrea ka tirsana maxaan ku ilaahday way gadoodeen ciidanka gadoodkiisana waxa keenay yacni baarlamaan markii la qabsaday baa la yiri horey u sii socda taliyihii ciidanka markaa waxa ay anagu yacni ma garanayna sabab aan de gudaha Eritrea aan u sii galo oo gudaha Ethiopia aan u sii galo oo qayb uga noqono dagaal dal u dhaxeeya gudihiisa kii xilka qaadis baa lagu sameeyay markii xilka qaadistii lagu sameeyay xarig la isugu daray waa la qaaday taliye kale lagu soo bedelay taliyihii kale ee lagu soo bedelay iyo ciidankii markay isfahmi waayay
قدرت عيدان كمرك هالكاس وكذا شيء عيدان كاس مرك وعيدان يعني هالجوت هان لو شيء أذو حلو شيء جديد بقوله آيس كريم يلا حصل لو شيء كل اللي بيسوي بحدون تاء أو شيء رسمية ولو شيء جدونا إن لكن ده كان حاله لصوب بندقي وحيه وشيء جنا ين إن يعني نقول بالغاز كجوت هذا أوركا كوحدة أنوكتا يمجي عيسو صدحان ين نمبر كيسة يوحى وياه يمشى وكاه الجري ده كوان وحن ما لنا لو سمين المقالة يا قتوينك إن مقاعد ها مقاعد هذا يورر كمقاعد يسوي واحد كلا واحد مقاعد وش هي يعني نمبر كعيدا كي نسكري ولا بنمبر كأوته يدري كذا يوحولها مو في لين لقصة ما يمقلا يقعدين ده نركه وحلوصة ما يمقلا مركه أسكرت وحي شيء يعني عديمه هذي ووافية يسوي بندجان أو أي سعد أي وش هي مركه معها يعني واحد الله قرن كله لكن هدي أسكرتني mayhiin kuwi kuwa dagaal lagu qabtay ba sida iyagu ay sheegayaan mise waa kuwi is dhiibay qayb kamida taama inaga ma aragtay ma garan karno laakiin tan is dhiibidana waa la sheegayaa wali waa la xaqiijinayaa in tan qabashadana de iyaga ba soo bandhigay askartaasan qabanay askartuna ma badnayna waa askar adigu 12 ama 20 ah wayaan kuwan hadda xalayto la soo bandhigay oo waxa ay ugu bataan 20 gaarin waxay dooniba han noqoto dagaalka waxa weeyaan dagaalka dagaal furan buu noqday eritrea iyo maxaa tigray iyo tigreega lagu hayay oo cid walba ay ka qayb qaadanayso arab iyo ajnabi aadna ma soo dhaajay si lagu soo afjarana hadda waxaad moodaa inay fudud tahay way dambe loo arkay tigreya meel ta taagan tigreya oo dhan haa tigreya dama kala harayaan tblf iyo waxyaalahaas iyo ma jirayaan xidda la horjeeyay kii loo soo magacaabi jiray cid uu xukumi lahaa muranka jooga waa hagaag aad baad maasan tahay jaamacu waa yahay daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan kooban ee aan kaga hadlaynay duqeymahaasi ilaa iyo shalay maantaba ku soo shalay iyo maantaba aan ilaahay ku socda gobolka tigreega gaar ahaan maanta la beegsaday magaalada caasimadda ah ee makale oo dabcan la sheegay in gantaalo waaweyn lagu dhuftay taas oo dabcan khasaare kala duwan geysatay inkasta oo warar rasmi ah oo halkaasi laga helay ay yar yihiin haddana ilaha aan xogta ka helayna waxay sheegayaan in qasaare badan uu ka dhashay duqeymaha simaanta iyo shalayba loo geystay gobolka Tigreega kooxda TPLF na waxaad moodaa in ay ku dhawaaqayso in hubka lagu duqeyay uu sanahayn mid Afrika yaala ee uu yahay mid meel kale laga keenay isla markaasina diyaaradaha wax duqeyay ay yihiin diyaaradaha iyagu iswada ee duuliyo la'aanta ee drones ka loo yaqaan